عايز الناس تعيش في أمان من غير ما يكون بينهم كلب مسعور ينهش في لحمهم. في الحلقة القادمة. الواد ده لازم يموت. عبد الله في خطر ممكن يكلفه حياته. الحق على الحمار اللي سلمك أمانة أنت مش قدها. يا ترى هيوصل له توبة قبل فوات الأوان؟ عبد الله. توبة الليلة السابعة مساء على MBC مصر. رمضان يجمعنا ويعرض قبلها بيوم على شاهد VIP.